في البيت الكبير مشرفنا ومنورنا واحد من أبناء الأهلي الكبار والخبراء في قطاع الناشئين، وبيعتبروا كتير الحقيقة أحد أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم المصرية معروفة، كابتن ماهر همام. اهلا بيك. اهلا بيك يا سعاد، نورنا. ربنا يخليك يا رب، وبتشكر طبعا على المقدمه الجميله. دي اقل حاجه، دي اقل حاجه بجد. وخلي بالك كابتن مش واخد حقه، كابتن هاني مدلعني قوي. لا يعني كابتن، ده انت كابتن كده يعني، جاب تقرير خلاني سخنت، حسيت ان عايز انزل عايز العب. لا والله كابتن، بدون مجامله حضرتك من يعني مثل اعلى ليا انا شخصيا، وكنا بنتفرج عليك. انت معروف، انت مش من الناس اللي ما خدتش حقها على المستوى، على مستوى الاعلامي، من المدافعين فعلا العظام على مستوى الكره المصريه. فدايما لينا الشرف انك تكون موجود معانا كابتن، وعايز استغل الفرصه كمان يعني نهني انا وانت وكمان سهام الكابتن محمود الخطيب. ده خلاص عدت 12، كل سنه وانت طيب يا بيبو، اسطورتنا الكبيره الكابتن محمود الخطيب، بنقول له كل سنه وانت طيب، عيد ميلاد سعيد. مواليد برج الميزان. انا 3/10 برج الميزان. مش ميزان كده اقرب. والله كده انا كنت فاكره بقى ميزان عايز ادخله في المعظم. لا اقرب بتوع الميزان. برج العقرب طبعا. كل سنه وانت طيب طبعا يا كابتن محمود الخطيب. طبعا عقبال 100 سنه كده يا رب ان شاء الله، وبالف خير وطول العمر يا رب. وفرصه كمان بردك نعيد بقى على مولد النبي، نعيد. كل سنه وانت طيب طبعا. ويعني نتمنى طبعا ان شاء الله يبقى عيد سعيد علينا وعلى الامه العربيه اجمعين، يعني ومسلمين في كل مكان يعني. وحضرتك بالف خير. طيب ما ينفعش كابتن ماهر يكون معانا النهارده غير لما يقيم لنا بطوله الدوري بشكل عام، وخاصه خط الدفاع في الموسم ده. قيمته ازاي كابتن ماهر؟ هو المرحله الاولى بتاعت فايلر الدور الاولاني كان كان واضح قوي ان شخصيه فايلر اول ما جت ان هو عايز يعمل حاجه ويعمل تاريخ بالنسبه له، وفعلا اتحقق في بدايه مشواره. بانت الشخصيه وبانت الاستراتيجيه اللي هو قادم اليها، وطبعا ساعده بشكل كبير جدا المؤسسه الكبيره، مؤسسه النادي الاهلي اللي بتنجح اي حد. نعم. فهو نجح بشكل كبير جدا في الدور الاولاني، عمل نتائج تتحسب له، تحسب للجهاز الفني اللي كان موجود معاه. ويعني كان النادي الاهلي كان واضح ان هو يعني حطم ارقام كلها ايجابيه، وقربتنا من بعد نهايه الدور الاولاني كل الناس طمنت النادي الاهلي خلاص حقق بطوله الدوري العام. بالرغم من الاصابات وبالرغم من المشاكل الكثيره اللي تعرض لها المركز ده تحديدا يعني. بالظبط. وبالنسبه لخط الظهر طبعا هم مش محظوظين يعني. اولادنا في الـ في الـ في الـ في خط الظهر مع الأسف يعني معظمهم نالتهم موضوع الإصابة وأثرت عليهم وأخرتهم بشكل كبير. وأنا بحييهم طبعا لأن هم كلهم عناصر، مش عايز أنسى اسم، كلهم عناصر دوليين وعناصر يعني مهمين جدا في منتخبنا القومي، ومهمين جدا مع النادي الأهلي. وبحيي طبعا الخبرتين اللي هم عاملين اتزان بشكل كبير جدا، علي معلول وأحمد فتحي، يعني هم اللي عاملين توازن وعاملين مساندة بشكل كبير جدا هاني بخبرتهم لبقية الخط، يعني خط الدفاع. كنت أتمنى أن رامي يعني الإصابات الكثيرة اللي بتناوله، كنا نتمنى رامي لما عدلنا مرة تانية كنا نتمنى أن رامي يستمر، لأن استمرته يعني أنت عارف المكان ده بالظبط بيساعدنا بشكل كبير يعني. لكن طبعا الجواكر الحمد لله اللي كانت موجودة يعني زي ياسر ايمن اشرف، انا بحييه ايمن اشرف لانه برضك بيعتبر جوكر من الجواكر اللي احنا كسبناها في المكان ده وفي الباك ليفت. محمود متولي خامه جميله جدا، ولكن مش محظوظ موضوع الاصابه، يمكن بعد ما بدا يقف على حيله بدا يعني ياخد الثقه بالظبط كده، وبدا يعرض نفسه بضعته لجماهير النادي الاهلي، لكن موضوع الاصابه اثرت عليه. ياسر ابراهيم الحمد لله برضك على الفترات الماضيه تبدا تحس بوجوده، تحس ان هو عايز يكون عنصر من ضمن العناصر الركيزه في هذا المكان. زي ما قلت لك يعني مهم جدا يلعبوا مع بعض، يعني اي اثنين يعني ياسر وايمن وجوده مع بعض في الفتره اللي فاتت مع موسيماني عملوا شكل كبير جدا، وعملوا ارتياحيه لهذا الخط، وادوا طمانينه لحراس المرمى الشناوي العملاق اللي وراهم وبقيه الخطوط الباقيه، ان عندنا خط ظهر قوي صعب جدا حد يخترقه. مش غريبه شويه ان خط الدفاع هو اللي بقى بيتصاب النهارده؟
مش كده؟ يعني هو اللي بيقول احنا اللي بنعوض. انت اللي بتعوض. بس انت اللي بتعوض. يعني انا قبل ما ادخل لحضراتكم كنت بسال السؤال ده يعني معايا الاخوه زمايلي في الاعداد، فانا قلت لهم في حاجه غريبه يعني صراحه، يمكن اهالي يعني يمكن اتفق معايا في الحته دي. زمان سهام المدافعين كانوا اقوياء، يعني السدباكات كانوا مشهورين بالقوه والتشتيت والعنف، واللي قرب منهم يعني بيخاف. فمع الكره الحديثه بقى طبعا، مع النيو لوك الجديد ده ما يعني هو في اصابات كده قدريه، بس انتوا ما لحقتوش يعني التعوير يعني. هو لا، هي التعويره واحده يعني اللي جت خلاص بيخلص يعني. انا جالي ربط صليبي بس يعني الحمد لله يعني كل حال، كنت خلاص يعني 34 35 سنه. لكن في اصابات قدريه يعني، محمود متولي رباط صليبي ما يقدرش يعمل فيه حاجه، في رامي تمزق، يمكن عنده تمزق عضلي، ما يعني كلها اصابات قدريه. لكن ملحوظه ان فعلا للاسف السردباكات بتوعنا، وكان سعد سمير قبليهم ودلوقتي يعني مش موجود عشان مش مقيد، فكل دي ظروف استثنائيه كابتن. لكن في ظل الظروف الاستثنائيه ده النادي الاهلي احسن خط دفاع في الدوري المصري يعني. وانا عايز اقول كمان هم معذورين لان هم ضغطوا سنتين ورا بعض، يعني صعب على لعيبه النادي الاهلي يلعبوا منتخب ويلعبوا نادي وعلى افريقيا وعن كاس وعن دوري. فاحنا قعدنا سنتين، يمكن دي السنه الثالثه كمان هاني لمجموعه الاهلي، ما كانتش سهله برضه بالذات يعني. فعشان كده يمكن عدم الراحه وعدم الاستشفاء الكافي لعيبه النادي الاهلي، الاصابه نالت لبعض نجومنا وخصوصا في خط الظهر. يعني احنا مش محظوظين يعني، الخط الوحيد اللي فيه كثره الاصابات بشكل كبير. نتمنى الفتره الجايه ان شاء الله ربنا يرجعهم لنا بالسلامه وموضوع الاستشفاء ويعودوا مره ثانيه، عشان محتاجينهم لان المنافسه طويله، اذا كانت في افريقيا او دوري العام او كاس مصر والدوري الجديد يعني بنتكلم عليه. فطبعا واضح ان هيبقى في مشقه بشكل كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. وخط الظهر ده وراه يعني حارس مرمى عملاق اسمه محمد الشناوي. يا كابتن قد ايه ساعدهم في البطوله السنه دي؟ شايف استفاد ازاي حتى من البطوله السنه دي من الدوري، وفرقت معاه في ايه؟ هو على المستوى كمان يعني على مستوى محمد، شايف ان هو ممكن يكون طلع بايه؟ انا شايف ان شخصيه محمد اكتملت يعني النضج اكتملت النضج اللي حصل له الفورمه الرياضيه اللي وصل لها اديته شخصيه واديته بوش بشكل كبير جدا يعني، حتى في 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 شكله وادائه وتركيزه في المباراه تحس كده ان فعلا مركز طوال 90 دقيقه، تحس بقى قائد نضج بقى. انا بعتبره ليبرو لخط ظهر النادي الاهلي. في معظم الاوقات سهام هاني كان بيقدر يعني يسد لنا ثغرات كثيره جدا بيقع فيها خط الظهر. وبيتعامل معاها كليبرو، وليبرو كمان على اعلى مستوى. فدي من ضمن الحاجات اللي اكتسبها الشناوي خلال الفتره اللي فاتت ديت، مع الشخصيه بقى طبعا بصفته كابتن فترات كثيره جدا كان كابتن لفرقه. فالكابتن بيبقى ليه دور كبير جدا، وخصوصا لما يبقى من ورا يعني. يمكن انا وهاني تملي اللي من ورا ده بيبقى شايف الملعب كله بالزبط. فيقدر يوجه الناس بشكل كبير. فهو بصفته كابتن واخر واحد في مجموعه فرقته كحارس مرمى، قدر بشخصيته واسلوبه ان هو يوصل المعلومات المظبوطه لمعظم اللاعبين يعني. حتى صوته كان بيوصل لراس الحربه أيوة كمان يعني. أيوة من ضمن الحاجات اللي عملها الكونتر اتاك اللي عمله في مباراه الجونه، الهدف اللي سجله مروان محسن كان بالظبط نادى عليه يعني. هو بعد ما طلع قطع الكوره نادى عليه وعمل له لونج باص الطويل ده اللي جابه منه هدف مروان محسن. فالشناوي مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، وهو انا بعتبره احسن لاعب السنه دي، ويمكن هو مشارك بشكل كبير جدا مع زمايله في احراز بطوله الدوري العام. اكيد اكيد، وايدك تماما كابتن في موضوع النضج والشخصيه اللي كمان كانت بتظهر بشكل كبير في اوقات صعبه وضربات جزاء. اعتقد 7 ضربات جزاء صد منهم 4 ضربات جزاء في اوقات، وكلهم 4 ضربات جزاء متكرره ورا بعض المباريات، وفي اوقات صعبه جدا. حضرتك تشوفه وهو واقف، حتى ضربه الجزاء اللي جت علينا في مباراه الوداد، كميه الهدوء والثقه دي كمان يعني بتدي له كمان اريحيه انه ما يكونش فيه عصبيه في الاداء، وبالتالي تركيزه كبير قوي على الكوره، ودي من الحاجات اللي مميزه بيها دلوقتي. فيعني انا بايدك تماما في الجزئيه دي. ونروح بيها على حضرتك، شفت الماتشين ازاي بتوع الوداد اجماليا، الشوط الاول في المغرب والشوط الثاني في القاهره؟ بص، هذه الماتشات الكبيره الدوليه العالميه اللي بالشكل ده خصوصا مع شمال افريقيا بيبان معدن لعيبه النادي الاهلي.
يعني انا ما كنتش قلقان يعني. لما سالوني قالوا لي على، قلت لهم بصوا يا جماعه المباراه دي هتشوفوا حاجه تانية، هتشوفوا سيستم تاني، نظام تاني. موسيماني كان مشارك فيه لكن طبعا. نسبه موسيماني 30%، النسبه الاكبر للعيبه 70%، ولعيبه النادي الاهلي بتحب المباريات اللي بالشكل ده اللي فيها مصيريه، سيمي فاينل، فاينل، خارج او داخل، بيبان التركيز بقى فعلا بقى. ويبان معدل لعيبه النادي الاهلي واستنفارهم، وبيبان روح الفنانه الحمراء، هم بيحسوا ان هم لابسين الفنانه الحمراء اللي هي يعني عبء كبير جدا عليهم، مسؤوليه كبيره عليهم، في 80 مليون وراهم مستنيهم، في مجلس اداره، في جهاز فني، في قطاع ناشئين، في مدربين، يعني منظومه كبيره جدا مستنيه هؤلاء النجوم المحترفين المحترمين. فانا ما كنتش قلقان قبل مباراه الوداد، بالعكس كان عندي ثقه كبيره جدا. يعني حتى الناس قالت لي يعني احنا ممكن نكسب، قلت لهم اه هنكسب في الوداد، لان اللعيبه في المباريات دي بتبقى حاجه تانية. وكمان هيساعدنا ان جمهور الوداد مش موجود، يعني ويمكن جمهور الوداد برضك بيبقى موجود مالي الملعب في معظم مباريات الوداد، وبيديهم دوافع وبوش واستنفار ودوافع كتيره. فالنهارده عدم وجود الجماهير المغربيه داخل الملعب بالظبط اثرت على الوداد بشكل كبير. عايز اقول لك كمان يا هاني، وهما بيسخنوا قبل بدايه المباراه انا شفت شكل ووجه لعيبه الوداد خايفين خايفين من الاهلي فعلا. حتى الجهاز الفني يعني موسيماني لما راح سلم على الجهاز الفني بتاع الوداد انا حسيت ان الناس قلقانه فعلا، اسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي والمرحله الانتقاليه اللي النادي الاهلي فيها باداء مع موسيماني، تحس ان لعيبه الوداد مشدوده خايفه قلقانه، وفعلا الخوف ده اثر بشكل كبير جدا على ادائهم. الاخطاء اللي وقعوا فيها طبعا من خلال ال 90 دقيقه الاولانيه من الخطا الدفاعي اللي حصل ده بياكد لك ان فعلا الناس دي قلقانه من النادي الاهلي، واحنا استغلنا الحته دي. برافو عليك يعني، احنا استغلنا الحته دي يا سام، وقدرنا ان احنا يعني تبان شخصيه لعيبه النادي الاهلي، فرضنا اسلوبنا، بدانا نلعب الكوره اللي احنا بنحبها، جبنا هدف وجبنا الهدف الثاني، خلصت الشوط الاول والثاني خلص من المغرب يعني. دي حقيقة. وبعدين طبعا الشوط الثاني هنا في ثقه بشكل كبير جدا، قدرنا نحرز 3 اهداف، والاداء كان فيه ارتياحيه، اسلوب واضح ان موسيماني بسرعه الجانب النفسي هاني، انا شايف ان هو حط ايده عليه بشكل كبير، حتى علاقته باللعيبه قربهم منه مظبوط بدا يسمعوا له، في تحدي بشكل كبير. وبعد كده بقى طبعا اسلوب التكتيك واسلوب والاستراتيجيه اللي بيلعب بيها، وهو كمان عنده حاجه جميله، حته اللعب البرازيلي اللي بالظبط اللي بيلعب بيه بالشكل داونز بالظبط. اكيد هو في شغله عايز يضيفه للعيبه النادي الاهلي في خلال الفتره اللي فاتت. انا شفت في مباراه الوداد بعض الباصات اللي فيها التسليم والتسلم اللي هو في نص ملعبنا، وبعدين في نص ملعب الخصم بالحته الايجابيه، وبعدين وجود ثغره نقدر نستغلها ونقدر نجيب منها هدف. فانا شايف ان ده اسلوب واضح قوي ان هو ذكي، وهيدخله دخله في اداؤه للعيبه النادي الاهلي، عشان هنبدا نشوف صوره ثانيه بقى. اللي فات كان شيء واللي جاي هيبقى شيء افضل ان شاء الله باذن الله. هنرجع تاني وتوقعات حضرتك طبعا للمباراه النهائيه بالرغم من التاجيل، بس النهارده الاهلي بيودع بطوله الدوري، بيودعها بالارقام القياسيه فين؟ في ملعبه الجديد الاهلي ويه السلام. رجعنا مع حضراتكم الكابتن ماهر همام. موسم استثنائي، موسم اعتقد كله نجاحات بشكل كبير جدا رغم الصعوبات. خلينا نتكلم مع حضرتك كمان مع نهايه الموسم ومباراه طلائع الجيش، الرؤيه الفنيه اللي حضرتك شايفها لمباراه طلائع الجيش في ظل ان موسيماني في خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا بيضم اكثر من 8 او 9 لاعبين من تحت السن قطاع الناشئين، اللي حضرتك كمان هتكلمنا عن الشغل الشاغل للكابتن ماهر همام. يعني هو طبعا مبروك وهيبقى يوم عيد بالنسبه لي، انا رايح يعني رايح الاستاد عشان نتفرج بقى على الختام الجميل دوت، موسم جميل للنادي الاهلي. مجلس اداره طبعا هنبارك له، جمهور النادي الاهلي العظيم، اللعيبه، كل الناس اللي اشتغلت في المنظومه الرياضيه، هيبقى يوم حافل بنختم بيه. انا شايف انه برضك الراجل بدا يعني
قطاع الناشئين، وانا شايف عمرو قبل ما اطلع اتكلم على قطاع الناشئين والنهارده فرصه ان عمرو انور بالخبرات ديت، ياسر رضوان، هاني موجودين، وانت كنت قبل كده موجود في قطاع الناشئين، فالخبرات دي بتاثر بشكل كبير جدا على قطاع الناشئين. كلكم اتعلمتوا، كلكم درستوا، كلكم جايين من مدرسه النادي الاهلي، فالحاجات دي بتفرق جدا يا هاني. وجود الخبرات في قطاع الناشئين هتسهل لنا مأمورين الاداره جدا ان احنا نقدر نطلع زي ما كان عمرو بيكلم، هنطلع عناصر مباشره خلال الفتره القادمه. وانا عايز اقول لك ان توقيت طلوع الناشئين ده برضك بيبقى ليه توقيت ومعايير بشكل كبير. انا شايف برضك لجنه التخطيط بتشمل نجوم كبار، اذا كان كابتن محسن صالح او كابتن محمود خطيب او زكريا، فعندهم درايه بشكل كبير جدا في الجزئيه دي. فالنهارده التنسيق اللي بين قطاع الناشئين وبين الجهاز الفني الفريق الاول ده المطلوب، ان هما المتابعه. زمان هاني عشان كان الجزيره لمانا كلنا، ما كانش فيه فكان بنتفرج بقى احنا شايفين ان هاني رمزي ده جاي واعد من قطاع ناشئين، الجهاز الفني موجود واللاعبين حتى كلنا عارفين بعض، يعني عارفين اللعيبه من قطاع ناشئين. احنا كنا بنخلص يعني تمريننا مثلا بيبقى الدوريه الساعه 12 وتتفرجوا على ويبقى الفريق الاول نازل على الساعه 3، واحنا خارجين يعني بيبقى لحظات واحد بيفتكرها دلوقتي يعني لحظات جميلة جدا جدا جدا. وعايز اقول لك حاجه هاني، تحس بالدفء الحقيقي، يعني احنا كلنا الفريق الاول لكن عارفين هاني، عارفين كوردي، عارفين حسام، عارفين طاهر ابو زيد، عارفين بعض في مكان واحد. وعايز اقول لك كمان لو تفتكر هاني ماتشات الاهلي والزمالك في الناشئين كنا بناخد الجزم بتاعت اللعيبه الكبار، يعني انا مثلا كنت اروح لمصطفى يونس نفس المقاس فاخد جزمته عشان العب بيها مباراه الزمالك. يعني التعامل اللي بين اللعيبه الكبار واللعيبه الصغيرين حتى في اللبس حاجه يعني كانت ليه طبعا نوع خاص بتدينا ثقه بشكل كبير. يعني نجومنا الكبار اللي احنا مثلنا الاعلى، لما كنت تروح بقى تقول له عشان مباراه الزمالك عايز بقى البس جزمه يعني اديداس وشكلها عامل ازاي منوره عشان تطلع في التلفزيون وانا كنت فاكر الجزمه اللي بتلعب مش المخ اللي بيلعب لا ذكريات جميله طبعا. فطبعا يعني عايز اقول ان البيت الكبير في الجزيره بالذات كان بيبقى ليه عادات وتقاليد جميله. بعد فروع بقى النادي الاهلي والتطوير اللي حصل في الفروع مدينه نصر والشيخ زايد وبعدين التجمع، راح قطاع الناشئين لمدينه نصر. لكن زي ما عمرو قال في متابعه بشكل كبير جدا بين القطاع وبين الفريق الاول، هم بينقلوا لهم صوره عن الولاد المميزين دول. ده من اول يوم حضر فيه موسيماني كمان بالزبط. يعني زي ما قال كابتن عمرو يعني قعد معاهم من ضمن المشروع، يعني هو راجل جاي بمشروع فعلا منه القطاع ده. فطبعا موضوع المشروع ده يبقى الراجل ده جاي عنده استراتيجيه انه يقعد اكتر من سنه، سنتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وقعدوا مع النادي الأهلي سنتين بس. إن شاء الله يعني زي ما حضرتك بتقول لو في نتائج تساعده وتقدمه، لأن عنده فيجن وعنده استراتيجية. تفتكر حضرتك هيبدأ بالولاد الصغيرين مباراة طلع الجيش، ولا يعني ممكن أنت حضرتك لسه بتقول الدفع بالناشئين بيبقى في وقت معين ووقت خاص جدا هو المدير الفني اللي يكون عارفه، تفتكر ده وقت مناسب انه يدفع ببعض العناصر الشابه في مباراه طلائع الجيش؟ هو الفترات اللي كانت قبل كده مع مستر فايلر كان في بعض العناصر بتشارك في المباراه الحبيه دي حقيقه، والناس بدات تعرفهم بشكل خمس كبير لعبة يعني تقريبا. يعني فالنهارده بوجود اللعيبه الخبره هاني اللي موجوده عليها تيم النادي الاهلي مش هتبقى قلقان، انت كسبان دوري مظبوط وان شاء الله ربنا يكرمك يا رب بافريقيا اللي جاي وكاس مصر ان شاء الله. فانت النهارده عندك نخبه من اللعيبه اللي عندها خبرات تقدر تشيل اللعيبه دي، هي ممكن يزق اربعه خمسه مثلا من الاولاد ومحاولهم خمسه يعني ان شاء الله خمسه كبار يعني. يعني حتى مثلا لو ولدين في الشوط الاولاني وبعدين نبدا في التغييرات اذا كان نقدر نضيف عنصر او عنصرين برضك ندي يعني فرصه للولاد دول هم يعرضوا بضاعتهم ويعرضوا امكانياتهم لجماهير النادي الاهلي اللي بتتفرج عليهم. فمش هنبقى قلقانين احنا يعني في يوم عيد ان شاء الله يوم مباراة الجيش والناس كلها بتتفرج علينا وفعلا يبقى عنصر او اتنين من ضمن العناصر الناشئين اللي يقدروا كمان يوروا الناس يوروا الناس ان هم لعيبه على اعلى مستوى وان هم ممكن بالوقت يبقوا اساسيين ويكملوا المشوار مع هؤلاء النجوم. يعني طب بعيدا عن الاهلي، لان الاهلي دائما ما يغرد بمفرده، يعني البطوله بشكل عام بطوله الدوري كابتن ماهر همام شافها ازاي؟ يعني قيمت حتى مستوى المدربين الشباب اللي مسكوا فرق في الموسم ده ازاي؟
طبعا الاهلي حسم البطوله من الدور الاولاني، اديته ارتياحيه بشكل كبير جدا. أيوة. واديته ثقه. الدور الثاني حصل نوع بقى من الاستنفار والنقاط الثلاثه، فحصل صراع على المركز الثاني. قدر نادي الزمالك ان هو يعني يكون في المركز الثاني بعد صراع مع بيراميدز. بعض الفرق اللي في القاع اللي هي من بدايه الموسم وضحت ان هي خبرتها الاداريه والفنيه قليله، حتى الامكانيات الماديه ما ساعدتهمش بشكل كبير جدا ان هم يتواجدوا في هذه المنافسه. الدور الثاني كان اقوى، يعني الدور الثاني اقوى من الدور الاولاني، لان كان كله بيصارع على تحقيق المراكز او الاهداف اللي هم بالظبط اللي هم كانوا بيسعى عليها. لكن طبعا بالنسبه للنجوم ونجوم النادي الاهلي ظهروا كمدربين في الدوري العام، على راسهم طبعا عماد النحاس مع المقاولين، عامل حاله بشكل كبير جدا، اكتسب خبرات، عماد نضج بشكل كبير. هو اختار كمان منظومه زي المقاول العربي، عندها من الامكانيات البشريه والماديه تساعد تساعد عماد النحاس. عندنا كشري كمان مع اسوان، ودي يعني مهمة انت عارفها، هذه مهمة صعبة انك انت بتشتغل مع الفرق اللي هي امكانياتها ضعيفة. صحيح. فقدر كشري بالامكانيات ديت ان هو يقدر ان يحطهم ويتواجدوا في الدوري الممتاز. علي ماهر بعد التنقلات اللي حصلت مع المصري عمل كمان طفرة بشكل كبير جدا. كابتن مختار مختار في الانتاج الحربي. طبعا كابتن مختار يعني نجاحاته مستمرة. انا شايف ان مختار بعتبره شيخ المدربين، يعني هو اكتر واحد أكيد عنده خبرة، برضك بيشتغل باحترافيه بشكل كبير جدا. احمد سامي ابن النادي الاهلي برضك من المدربين اللي هم عنده جرأه وعنده شجاعه، ما بيخافش. أيوه. بيخش من محطه لمحطه، لكن بيحاول على قد ما يقدر نحط بصمه بشكل كبير في كل فرقه بيشتغل فيها. وحتى على مستوى طلاع الجيش، يعني حتى لما المسؤوليه جت لعبد الحميد بسيوني، طبعا كابتن عبد الحميد بسيوني كمان ادى بشكل كويس، كمان في ظروف كان طلاع الجيش يعني في مواقف كتيره جدا كان في قاع الدوري، وقدر يعني اعتقد برضه من كان في يعني وصل مركز ال10 وال11 دلوقتي في الدوري. بس كان يعني كان عمل شغل كبير قوي مع طلاع الجيش بصراحه، يعني نديله حقه كمان. الخبرات اللي موجوده بقى كابتن طلعت يوسف، طارق العشري، حلمي طولان، كابتن مختار، دول يمكن تصنيف اول، يعني عندهم من الخبرات اللي بيقدروا يشتغلوا بشكل كبير جدا مع كل فرقه، وبيبقى في استراتيجيه وفي شكل وفي اداء وفي اهداف بيسعوا اليها. لكن هي طبعا عشان 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 الفرقه دي تحصل على بطوله محتاجه مقاومات، اذا كانت جماهيريه او ماديه او بشريه. انا شايف يمكن على راسهم بيراميدز، هو يمكن اللي عمل حاله في شكل الدوري المصري، ان هو بسرعه يعني خلال سنه او سنتين يكون فرقه، والفرقه دي تقدر توصل لنهائي كاس افريقيا ثم توصل للمركز الثالث في بطوله الدوري العام. فطبعا انا بحييهم على الاداء اللي هم عملوه خلال السنوات اللي فاتوا. يعني فكره صراع هبوط بعض الانديه ده يفيد الدوري المصري ولا ما يفيد ولا يضره اكتر؟ هو 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 الهبوط عامه حسب اللائحه، وده حق مشروع يعني لكل الفرق. انا قصدي كثره الفرق اللي بتتصارع على الهبوط يا كابتن ماهر. طبعا كتير كتير قوي، والسنه دي كانت ظاهره، يعني أيوة. اكتر من 6-7 فرق قريبين بنقط وبنقطين. وصل التاسع من المركز التاسع لغايه المركز ال 18، كان فرق 4 نقط واسماء كبيره كمان يا هاني، يعني منهم كان الاتحاد والمصري واسماعيلي وانبي يعني طلع الجيش حاجه غريبه، يعني المفروض المؤسسات دي ليها من الخبرات، معاها اداره على اعلى مستوى، معاها مدربين عندها خبرات كبيره جدا في الدوري الممتاز. يعني ما اعرفش الحل وصل بيهم للدرجه دي، لكن زي ما احنا متعودين بيجوا في الاخر وبيبداوا، يعني الاداره بتبدا تزود في المكافئات، اللعيبه بتبدا تركز، شبع الهبوط بيخوفهم، فالدنيا بتبدا ترجع تاني. لكن عايز اقول يعني ان الكلام ده المفروض من بدايه الموسم، يعني احنا تملي فينا عيب في الكره المصريه في الفرق كلها، يفضل مستني وبعدين ابدا الحق لو لحق وتعالى لو لحق يعني زي ما حضرتك بتقول، ويمكن حضرتك مدير فني كمان كبير وعارف ان دايما بيبقى
الدور الثاني بيبقى اصعب كتير جداً. لان كل واحد عايز يجمع النقط اللي ما لحقش، فبيبدا بالزبط. الدنيا اللي بيبقى عصبي، مجلس الاداره بيبقى عصبي، لو نادي جماهيري بيبقى فيه ضغوط كبيره جدا. فعايز اخد راي حضرتك، لو جبنا تصنيف، حضرتك قلت تصنيف، من وجهه او من الناحيه الفنيه شايف، اديني كده تصنيف، تقول لي اول يعني اول خمس لاعبين كانوا سوبر او احسن خمس لاعبين في الدوري المصري 19 20. يعني عارف، هنا انا بقالي سنتين عايز احط ايدي كده على على يعني مع الاسف، لكن طبعا الشناوي، محمد الشناوي انا بعتبره هو رجل الموسم واحسن لعيب السنه دي في الدوري، والموسم الماضي كمان، يعني الموسم الماضي والموسم ده استكمالا ليه، ويعني الثلاث خطوط الباقيين يعني عارف بنبدا نحسس كده يعني المستويات متقاربه جدا، ما فيش حد فارق قوي يعني يعني شايف يمكن علي معلول، علي معلول من ضمن الحاجات برضك اللي عملت طفره بشكل كبير جدا السنه دي مع النادي الاهلي. يعني مصطفى محمد في الزمالك كفرود واعد، احنا برضك المكان ده يمكن يعني بلغه الكوره يعني. بقى شاحح قوي عندنا، مش نتمنى طبعا يظهر لنا اكتر من عنصر. يعني عايزين حاجه مثلا زي عبد الله السعيد، زي وليد سليمان، نرجع تاني يبقى عندنا بلي ميكر على اعلى مستوى. طب كابتن صحيح بسبب الغيابات المؤثره في الدوري الموسم ده، ويمكن التقرير حتى يعني ذكر النهارده موسيماني اضطر انه يلعب بحمدي فتحي في قلب الدفاع، وعايزه حضرتك تقيمني التجربه ديت، هل تالق في المركز ده حمدي فتحي اضطر انه يلعب بيه اكتر من مره في اكتر من مباراه، وهو عشان عنده ادوار دفاعيه وهو قريب من الخط ده، فلما برجعه ورا شويه بيقوم بنفس الدور، لكن يعني المكان ده بيبقى يعني عايز تركيز اكتر وعايز حس اكتر، لكن انا لما ببقى في نص الملعب بيبقى لان خطا المدافع بيبقى قريب من الشناوي قوي. ايوه، فهو بيحاول يا عيني انه يلعب على قد ما بيقدر في حته الامان، لكن هو ما عندوش المقاومات ان هو يجيد العاب الهواء يفضل ينط وعنده الانقضاض والحاجات دي، لكن هو بيحاول يأديها. الحاجه بتميزه بقى ان هو لما بيقطع هو لعيب كوره، فبيقدر يبني لنا هجمه مفيده، هجمه مميزه. لكن هو حمدي طبعا من اللعيبه، طبعا حمدي لعيب كويس، لكن انا بتفق مع حضرتك انه ممكن لو في ظرف استثنائي اخر 10 دقائق يرجع كسرد باك، لكن كمهمه كسرد باك يعتمد عليه مشقه، يعني فيها مشقه بشكل هتبقى بالنسبه له صعب. وكمان حسينا ده في بعض المباريات ان هو يعني بتحس انه زي ما انت بتقول لما بتحس ان الجون وراك على طول، طبعا يعني طبعا بتبقى نيرفس شويه وعصبي فدي. لكن يعني كنا بنتكلم مع عمرو وحاجه حضرتك برضو قطاع الناشئين دي المهمه بقى الاساسيه اللي جايه ان شاء الله، وكان كنت بتكلم مع عمرو ان العلاقه ما بين المدير الفني الفريق الاول ومدير خاصه مدير القطاع الفني لقطاع الناشئين او مدير الفني للفريق الشباب لازم يكون علاقه مباشره. حضرتك شايف العلاقه دي ازاي، وانت كمان بتنفذها في كمان في الانتاج الحربي بانهي شكل؟ انا عجبتني الحلقه بتاعت ربيع معاكم الورشه الصنايعي يعني بلغه الكوره، يعني احنا هاني يعني مش عشان احنا اولاد النادي الاهلي، التملي اولاد النادي الاهلي صناعيه يعني حرفيين، احنا عندنا الجديد طول عمرنا النادي الاهلي عنده جديد بالنسبه للفسيولوجي، بالنسبه لعلم التدريب، بالنسبه للمدربين اللي بنستخدمهم على اعلى مستوى، فتملي الجديد. فجميع الانديه عارفه النادي الاهلي ده مؤسسه كبيره جدا كلهم بيتعلموا منه. فالنهارده لما اولادنا النهارده زي ما ذكرنا ده في المصري وده في الاتحاد وده في المولين وده في الانتاج وده في الاسماعيلي، ده كل ده هادي انا في رايي بيعود على الكره المصريه، لان المدربين النادي الاهلي بيحبوا النجاح وعندهم شيء من الصبر، وبعدين عندهم من العلم، وبعدين عندهم من الخبرات، اذا كان هو كلاعب او كاشتغلوا مع مدارس اخرى تفيدهم بشكل كبير. فاللي قاله ربيع مع حضراتكم ده نموذج كنا نتمنى ان كل نادي يعني يبقى موجود فيه عنصر كرئيس قطاع او كمدير فني للشباب او كمدير فني للبراعم تحت، يبقى في الورشه دي في الشغل ده. يعني انا لما رحت الانتاج الحربي طلبت منهم 5 سنين استراتيجيه. برافو عليك. الخمس سنين دي اخر سنه اطالع الفريق الاول،
لكن اصراري وعزيمتي وشغلي وتواجدي خلال 24 ساعه كل يوم، الاستراتيجيه اتحقق منها خلال السنتين اللي انا كنت بسعى ليه، ان انا دلوقتي عندي 6 طلعوا مع كابتن مختار. ايوه 6 لعيبه من قطاع الناشئين، 3 99 و3 من 2001. فضعفت الشغل السنه الثالثه اهي، ضعفت الشغل، بقيت ادور على يعني افكار خارج الصندوق عشان اقدر افيد بيها المؤسسه اللي انا حسب الامكانيات المتاحه. بالظبط بالظبط. لكن هاني تاكد ان انا رئيس قطاع ناشئين، اتمنى يعني اعرف رؤساء قطاعات الناشئين، يعني المكتب بياخد حيز منه، الجانب الاداري بياخد حيز منه، انا رايح للملعب مش رايح للمكتب، فانا موجود مع كل المراحل السنيه لانك انت بتتابع فنيا المدربين وماتشاتهم وطرق اللعب وكل حاجه، كل حاجه. لان ايه؟ لان قطاع الناشئين يا هاني، انا من زمان كنت شايف ان قطاع الناشئين مظلوم جدا ومحتاج يا عيني طفره اداريه وفنيه بشكل كبير. فانت النهارده لما عندك هاني رمزي رئيس قطاع الناشئين او مارم او ربيع سين، فانت معاك قيمه وقامه، محتاج انك انت تستفاد من الخبرات دي بشكل كبير. بالظبط. فالنهارده انا بحط برامج، واخد بالك، لقطاع البراعم، حط برامج لقطاع الناشئين، بنحاضر للمدربين. برافو عليك. طبعا عشان توصلوا محاضرات نفسيه زي ما ربيع قال، وفسيولوجيه وتغذيه وطرق لعب. يعني مثلا يا هاني، تخيل انك انت من سن 2012 فرق البراعم الخمسه اللي موجودين اللي بيلعبوا دوري البراعم، دوري البراعم، التكتيك بتاعهم الباص والتحرك. الباص والتحرك، كويس. هم ليهم برامج بيشتغلوا عليها على حسب مرحله السنيه الفريق الاول، على حسب المرحله السنيه اللي هو بيمر بيها. بالظبط. فالنهارده بتوع تحاضر بقى للمدربين في الجزئيه دي، اشتغل معاهم الوحدات التدريبيه، واخد بالك، والوحده التدريبيه في الاستماره استمارات هيعملها ازاي، وممكن نغير جزء من التدريب، يبقى عندنا مرونه في جزء من ان هو محضره لو هو شاف وشاركني معاه. فاللحمه دي والثقه دي والتكاتف ده تاكد وصلت بينا مرحله ان احنا يعني بدانا نقول من الاهلي، وبدانا نقول من الانبي، وبدانا مع فرق تقيله. بالظبط. فالعمليه محتاجه بس شغل، في جهد، واضح. ايوه، في ضمير، ومحتاجه ضمير، في ضمير. تاكد انا لو نجحت في قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي، هعدي اللي جنبي بالنجاح، وبعدين اللي جنبي هيعدي اللي جنبه بالنجاح. يبقى عندنا قاعده جميله جدا من قطاع الناشئين نقدر نغذي بيها المنتخبات. اللي الراجل بيشتكي، يعني انا شايف كابتن ربيع معاكم قاعد يشتكي، يعني مرار الشرعيه ده من فتره طويله جدا يا كابتن، اللي بيحصل معاه ده من فتره طويله جدا، مش من امبارح، مش من امبارح. يعني عنده مشاكل لا حصر لها كابتن ربيع ياسين، ويقول لك انا بنفسي يعني ما اقدرش اتخلى عن المسؤوليه دي لانها مسؤوليه وطنيه. دايما بيوصفها بكده، يعني حتى النشيد الوطني اللي بيسمعه للولاد قبل التدريب في كل تمرين. بالظبط. فده يعني انا بحسكم اكسبشن، يعني انتوا ناس استثنائيين جدا. يعني هو كمان في العمل النفسي بيخش مع الولد عن طريق والدته ووالده اللي هم مسؤول الاعلى، وبعدين النجم اللي هو بيحبه. يعني شوف وصلت الدراسه لايه، ان بقى المدير الفني بيخش مع اولياء الامور. ده شيء مهم جدا، في زي ما بنتكلم كابتن في المراحل السنيه دي، بيبقى العلاقات او المعنويه دي بتبقى بتاثر عليه اكتر من الملعب. يعني ممكن انا ببقى قريب من الولد وعلاقتي بيه كويسه، فلما اقول له حاجه في الملعب هو كمان ينفذ اكتر ويبقى عنده دافع اكتر. يعني فكل دي حاجات ايجابيه. بس انا اللي يعني انا صعبان فعلا على كابتن ربيع، لاني بيعمل شغل الانديه. يعني لو حضرتك بتشتغل نفس الشغل ده، و يعني اللي بتشتغلوا في الانتاج الحربي وكل المدربين بيشتغلوه في الانديه، كابتن ربيع هيجي له اللعيب جاهز. صح، جاهز. يقعد معاه 5 ايام، يبقى هي دي مرحله، دي هو فعلا ده مدير فني للمنتخب. لكن الله يكون في عون كابتن ربيع بيشتغل شغل الانديه. بالظبط. فهو اللي بيعمل معسكرات طويله. وانا هقول لك حاجه، هادي الموضوع صعب بصراحه. يعني الموضوع صعب بصراحه. اولا المدرب بتاع المراحل السنيه هو مظلوم كمان، خد بالك، من التقييم المادي. مزبوط. يعني يعني الرواتب تحت في جميع الاجهزه الفنيه على مستوى مصر كلها ضعيف.
ضعيفه جدا. فهيضطر في بيت مفتوح وعنده عيال ودروس خصوصيه، هيضطر ان هو يضرب الساعه ونص عندك ويجري عشان عنده اكاديميه، عنده بقى برايفت. عنده برايفت. بالظبط. يعني انا عايز اقول لك ان انا بقابل الحاجات ديت بشكل كبير جدا وبعاني منها، وبعد مع المسؤولين بحاول اتكلف الجزئيه دي، يا جماعه لازم نزود المدرب ده عشان يقدر يدينا، لان انا لوحدي مش هقدر اعمل حاجه، يعني هو كمان بيساعدني مع اولياء الامور كمان، خد بالك لينا دور كبير جدا مع اولياء الامور. صحيح. طب المساعده كابتن، انا استاذن حضرتك في حاجه، ان احنا الملف ده نتكلم فيه لان ملف مهم جدا، ونحط حلول ونحط افكار، ليه ما يكونش في سبونسر حتى لقطاع الناشئين، سبونسر معين، ليه ما يكونش في، يعني نوفر الجزئيه دي، لان حضرتك بتتكلم على مادة أساسية، طالما المدرب اللي الولد الصغير مش قادر فمش هيعرف يوصل، وبالتالي هيضيع مننا مواهب كتيرة يعني. بالظبط. فيعني إن شاء الله نستفيد من خبرات حضرتك أكيد يعني الله. إن شاء الله في حلقات جاية بإذن الله. شكرا يا حبيبي. شكرا يا كابتن ماهر، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. نورتنا في البيت الكبير. مشاهدينا دي كانت حلقتنا في البيت الكبير ليوم الخميس، يوم الأحد نلقاكم إن شاء الله على خير من 10 لـ 1. شكرا.